بجديد للنصيب الوطني اللبناني مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان اليوم الخميس 5 آب 2021 بالإصدار العادي رقم 29 وجائزة كبرى أسبوعية قيمة 150 مليون ليرة لبنانية بانتظار واحد منكم بختام صحوبتنا، وجوائز عديدة بانتظاركم بتبدأ من 5000 ليرة لبنانية لنوصل ل 5 ملايين. وهالصحوبات مثل ما بتعرفوا دائما عم بتكون باشراف مدير اليانصيب الاستاذ رضوان غانم اللي موجود معنا بالاستوديو لنتاكد من الارقام الرابحه. صباح الخير لك، مساء الخير لك استاذ، كيفك؟ مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قبل ما يبدا الليله رح نقوم بدوره تجريبيه على الدواليب مع الصبايا. إذن بعد ما تأكدنا من سلامة الدواليب مشكورين الصبايا من بيت اليتيم الدرز بعدي اللي برافقونا دائما. رح نبدأ لليلة، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة لبنانية. سحبين لهالجائزة على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 20. السحب الأول. كل غلاف بينتهي بالرقم 514 بيربح 100,000 ليرة. سحب ثاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 976 بيربح ايضا 100,000 ليرة لبنانية. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة ال 5,000 ليرة. سحب واحد على دريب واحد، والجوائز عددها 10,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 6 بتربح 5,000 ليرة لبنانية. وصلنا نحن وياكم مشاهدينا لجائزة 10,000 ليرة لبنانية. سحب واحد لهالجائزة على دولابين، والجوائز عددها 1000. تفضلوا صبايا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 01 ربحت 10,000 ليرة لبنانية. سحبين جديد لجائزة إضافية قيمتها 20,000 ليرة لبنانية. أرقام الرابحة بنشوفها على الدواليب الثلاثة، والجوائز عددها 200. السحب الأول. كل ورقة بتنتهي بالرقم 309 ربحت 20,000 ليرة. سحب تاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 850 بتربح 20,000 ليرة لبنانية. صار الوقت نشوف الأرقام الرابحة لجائزة 30,000 ليرة لبنانية بثلاث سحوبات على الدواليب الأربعة، والجوائز عددها 30. السحب الأول. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2192 ربحت 30,000. سحب جديد.
كل ورقة بتنتهي بالرقم 9272 بتربح 30,000 ليرة، آخر سحب لهالجائزة. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2833 بتربح 30,000 ليرة. صبايا بدي اعزبكم كمان مرة نبرم الدواليب الأربعة، إنما لجائزة 40,000 تنشوف الرقم الرابح معكم والجوائز عددها 10. كل ورقة بتنتهي بالرقم 6787 ربحت 40,000 ليرة. منشوف الأرقام الرابحة بثلاث سحوبات لجائزة 50,000 ليرة والجوائز عددها 30. تفضلوا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 8611 ربحت 50,000 ليرة. سحب تاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 9069 ربحت 50,000 ليرة، وآخر سحب لجائزة 50,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 4017 بتربح 50,000 ليرة لبنانية. متابعين بسحوباتنا ووصلنا لجائزة 100,000 ليرة، ثلاث سحوبات لهالجائزة على الدواليب الأربعة مثل ما عم بتشوفوا، والجوائز كمان مرة عددها 30. السحب الأول. كل ورقة بتنتهي بالرقم 6614 بتربح 100,000 ليرة. سحب تاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 3074 بتربح 100,000 ليرة، آخر سحب لجائزة 100,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 1475 بتربح 100,000 ليرة لبنانية. متابعين بسحوباتنا لليوم الخميس 5 آب 2021 بالإصدار العادي رقم 29، وجائزة كبرى أسبوعية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. بختام سحوباتنا بنعرف الرقم الرابح. بذكر هالسحوبات عم بتكون دائما بإشراف مدير يا نصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا لنتأكد من الأرقام الرابحة إذا كانت فعلا أوراقها مبيعة بالأسواق. مشكور. شكرا لك. أهلا وسهلا. وصلنا نحن وياكم مشاهدينا لجائزة 500,000 ليرة لبنانية، أربع سحوبات لهالجائزة على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها أربعة والطردية قيمتها 5,000 ليرة، السحب الأول.
كل ورقة بتحمل الرقم 56029 بتربح 500,000. سحب تاني. كل ورقة بتحمل الرقم 74650 ربحت 500,000 ليرة. السحب الثالث. كل ورقة بتحمل الرقم 41775 ربحت جائزة 500,000 ليرة. آخر سحب لهالجائزة. كل ورقة بتحمل الرقم 89572 بتربح 500,000 ليرة. ذكر طردية ال 500,000 قيمتها 5,000 ليرة لبنانية. منشوف أنا وياكم الأرقام الرابحة لجائزة المليون ليرة بثلاث سحوبات على الدواليب الخمسة، وطردية هالجائزة قيمتها 10,000. تفضلوا صبايا. كل ورقة بتحمل الرقم 72785 ربحت مليون ليرة. سحب إضافي. كل ورقة بتحمل الرقم 17,080 بتربح أيضا مليون ليرة. آخر سحب لجائزة المليون. كل ورقة بتحمل الرقم 49,759 ربحت مليون ليرة. منشوف أنا وياكم الرقم الرابح لجائزة المليوني ليرة اللبنانية، وطردية هالجائزة قيمتها 20,000. الورقة يلي بتحمل الرقم 85,583 بتربح مليوني ليرة. الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية. شو هو رقم الرابح؟ نشوف على الدواليب الخمسة، وطردية هالجائزة قيمتها 50,000. الورقة يلي بتحمل الرقم 34,995 بتربح 5 ملايين ليرة لبنانية. بشوف أنا وياكم الرقم الرابح لجائزة 150 مليون ليرة لبنانية، الجائزة الكبرى الأسبوعية طبعا، مع الصبايا دواليب الخمسة. إن شاء الله تكون مبيعة من أول سحب. تفضل. ثمانية وستين ألف وسبعمية وثمانية. إذن هذا هو الرقم اللي عم نشوفه على الدواليب الخمسة، 68708. إذا كانت مبيعة الورقة بالأسواق بتنربح تلقائيا الجائزة الكبرى يلي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية،
من أول سحب؟ جواب عند الأستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني. هيدي الورقة غير مباعة، بدنا نعيد السحب، ومثل ما كل الجمهور الكريم بيعرف بتصير قيمة الجائزة 75 مليون. للأسف، تفضلوا صبايا عن جديد. ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمية وأربعة وثلاثين. حلو هالرقم، ثلاثة ثلاثة سبعة ثلاثة أربعة. طبعا مثل ما بتعرفوا نزلت قيمة الجائزة للنص من بعد ما عدنا السحب، وصارت قيمتها 75 مليون ليرة. الجداول عم نشوفها على الشاشة مع الأستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني. بدنا نقول مبروك لحامل الورقة رقم 33,734 بيربح 75 مليون. مبروك. مبروك كبيرة، بس بتقهر انه من اول سحب ما ربحت من ثاني سحب، ما كان فيه يجي هالرقم من اول مرة يعني. على كل حال ما بيربح غير صاحب النصيب، الف مبروك لكل اللي ربحوا معنا الليلة. رح ارجع عيد عليكم سحب اليانصيب بالاصدار العادي رقم 29 ليوم الخميس 5 اب، ورح نبدا بجوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة، بتروح الجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم 514 و976. جائزة ال 5000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 6. كل ورقة بتنتهي بالرقم 01 ربحت 10,000 ليرة. الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 309 و850 ربحت 20,000 ليرة. الأوراق يلي بتنتهي بالرقم 2192 9272 و2833 بتربح 30,000 ليرة. الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 6787 بتربح 40,000 ليرة. جائزة ال 50,000 بتروح للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 8611 9069 و4017. جائزة ال 100,000 بتروح للأوراق اللي بتنتهي بالرقم 6614 3074 و1475. جائزة ال 500,000 ليرة مبروكة لكل ورقة بتحمل الرقم 56,029 74,650 41,775 و89,572. منوصل لجائزة المليون ليرة مبروكة الليلة للأوراق يلي بتحمل الرقم 72,785 17,080 و49,759. جائزة المليون ليرة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 85,583. والجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5 ملايين ليرة مبروكة للورقة يلي بتحمل الرقم 34,995. وقيمة الجائزة الكبرى الأسبوعية 150 مليون ليرة لبنانية مثل ما بتعرفوا، ولكن للأسف الليلة ما ربحت من أول سحب من بعد ما أشارت الدواليب للرقم 68,708. بما أنه الورقة كانت غير مباعة تلقائياً قيمة الجائزة بتنزل للنص أي لل 75 مليون ليرة، وهي الليلة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 33,734. وترضية ال 75 مليون ليرة قيمتها 750,000 ليرة لبنانية. مبروك كبير لكل اللي ربحوا، واللي ما حلفهم الحظ الليلة تذكروا في سحب جديد ناطركم الأسبوع القادم مثل كل أسبوع بتمام الساعة 4:30 مع اليانصيب الوطني اللبناني. ما حدا خسران وفرصة الربح حقيقية. بدي أشكر وجودك معنا أستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني اللي عم تشرف على سحوبتنا كل مرة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، وانا بدوري ببارك لكل اللي ربحوا معنا، وبهالظروف الصعبه فعلا اليانصيب الوطني هي جوائز حقيقيه. نؤمن انه الجمهور الاقبال على شراء اوراق اليانصيب. هذا اللي بقوله كل اسبوع، كثروا اوراقكم لانه عن جد ما بتعرفوا كيف ممكن تربحوا، على طول في جوائز، والجوائز ما خاصه الجائزه الكبرى ما بتتراكم مع اليانصيب من اسبوع لاسبوع، ففعلا رح تكونوا من الرابحين. بدي اشكر وجودكم معنا صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعباية اللي بترافقونا اسبوعيا على الدواليب. موعد جديد ناطركم الاسبوع القادم مباشره عبر شاشه تلفزيون لبنان، وسحب جديد بانتظار واحد منكم وجائزه كبرى لواحد منكم كمان. كتروا اوراقكم، الى اللقاء.